يا أساطير، أريد أن أقول لكم شيء على السريع قبل بداية الفيديو. أنا يا أساطير عامل مسابقة على الانستغرام، يعني رح أشحن لخمسة منكم 1000 جوهرة يا أساطير. شروط المسابقة يا أساطير هو أنك تكون عامل لايك لهذا الفيديو، تكون مشترك بقناتي ومفعل زر الجرس، وتجيب 5 أشخاص من عندك، يعني أصدقائك، ويكونوا حقيقيين. لو ما كانوا حقيقيين أنا رح أشوف هذا الشيء، يعني أنا رح يبان عندي هنا يعني هل هم حقيقيين أم لا. لذلك حاول تجيب أشخاص حقيقيين، لو جبتهم يعني وهميين، يعني صانع فقط يعني جيميلات أو كذا، رح مع الأسف رح تنسحب من المسابقة يا أسطورة. لذلك حاول إنك يعني تجيب أشخاص حقيقيين ويكسبوا من طرفك. مثلا أنت مثلا اسمك جيمز، أو مثلا اسمك لين إكس، رح يجي هما يكسبوا من طرف لين إكس 5 مرات يا أساطير، يعني 5 أصدقاء من عندك. المهم يا أسطورة، بعد ما تقوم بكل هذا راح تعمل سكرين شوت لللايك اللي عاملها لهذا الفيديو، وللسبسكرايب وللاشتراك في القناة، وراح تعمل لي سكرين للناس اللي كتبوا لك من طرف لكي اتاكد هل هم حقيقيين ام لا. بعد ذلك يا اصدقاء سوف تدخل معنا للسحب، وطريقة السحب يا اصدقاء يعني كيف راح تكون، انا راح احط لكم الرابط الانستغرام بتاعي في الوصف، وايضا في اول تعليق مثبت من هذا الفيديو سوف تدخل وتعمل لي فولو وتبعث لي يعني كل هذا اللي قلت يا اصدقاء، يعني اللايك والاشتراك في القناة، وتبعث لي الخمسة اللي كتبوا لك من طرف، وراح تمشي لاخر صورة عندي في الانستغرام يا اسطورة، وراح تعلق بالاي دي بتاعك على تلك الصورة اللي كتب عليها انا 1000 جوهرة ل5 متابعين، راح تعلق بالاي دي بتاعك يا اسطورة، واهم شيء تكون عامل يعني فولو في الانستغرام يا اصدقاء. كما تعرفون يا اساطير انا الانستغرام الاول تبند لي، وهذا انستغرام اخر يا اصدقاء صنعته، يعني مازال ما فيه متابعين كتير، كما يعني تقريبا فيه 28 متابع. المهم يا اساطير، بمجرد ما يوصل الانستغرام ل500 متابع سوف اقوم بالسحب يا اصدقاء. السحب سوف يكون عشوائي يا اساطير، لذلك حاولوا يا اصدقاء ان تطبقوا الشروط يا اصدقاء، ما تعرف انك تكون انت من الفائزين يا اسطورة. وايضا علشان تحقق الاحداث الموجوده يا اصدقاء حاليا، انا يا اساطير يعني علشان تكون هذه في بالكم، والله العظيم ما بجني مال من اليوتيوب ولا اي شيء، يعني كل هذه الجوهر التي راح اشحنها لكم يعني من مالي الخاص يا اساطير، يعني انا ما بمستفيد اي شيء، لكن بما انكم يعني اعرف ان الكثير منكم ما بيقدر يشحن وكذا، لذلك حبيت ان افرحكم يا اساطير. المهم يا اساطير، نخليكم الان مع الفيديو. بعد ان تكملوا الفيديو تعالوا الان يعني قوموا بشروط وتعالوا الانستغرام يا اساطير، يلا نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم يا اساطير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي لين اكس. هذا الفيديو اساطير سوف ادخل لافضل 5 سيرفرات يا اصدقاء، سيرفرات نزلت فيها اشياء خرافيه، ما راح احرق عليكم يا اساطير. المهم يا اساطير، هذه بعض تعليقاتكم الجميله يا اساطير في الفيديو الماضي، شكرا لكم يا اساطير من القلب. اما يا اساطير بالنسبه لهذا الفيديو يا اصدقاء، فكما تعرفون انا حطيت لكم بوست يا اصدقاء في اليوتيوب، قلت لكم يعني ماذا تريدون يا اصدقاء في الفيديو القادم، والكثير منكم يا اساطير صوت على افضل 5 سيرفرات. لذلك يا اصدقاء، بما ان هذه السلسله تحبونها، سوف في كل مره يا اساطير سوف اصبح اعمل عليها فيديو. المهم يا اساطير، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لتتوصل بكل ما هو جديد. والان خليكم مع الفيديو. بالنسبه يا اساطير لاول سيرفر معنا يا اساطير، وهو السيرفر البرازيلي كما تلاحظون امامكم. السيرفر البرازيلي اصدقاء يعتبر من افضل السيرفرات يا اصدقاء، في كل فيديو يعني اقولها انها ان هذا السيرفر يا اساطير يعني خرافي صراحه. خلونا اول شيء اصدقاء نبدا بالاحداث، نشوفوا ما الجديد في هذه الاحداث. كما تلاحظون هنا اظنهم رجعوا مع مسكينة لا كازا دي بابل يا اساطير، خلونا نشوف. والله العظيم يا اساطير مسكينة لا كازا دي بابل رجعوها معهم، جاتني 70%. نشوفوا الجوائز، شوفوا يا اصدقاء، شوفوا الشرط الزهري ب 119 جوهرة، يعني شحال 1000 جوهرة تحرق ام هذا الحادث. هنا يا اصدقاء شوفوا الثلج، شوفوا الثلج كيوت يا اساطير، والله الثلج كيوت يا اساطير، شوفوا شكله. هنا يا اصدقاء هذا الطفا بشحال جوهرة، يمكن نجيب هذا السكين يا اساطير، سكين خرافي، وسكينة الجوكر يا اساطير،
ويمكن يجيبك التوكن تستبدلو يا أفاتا. هنا يا أصدقاء أحدث لك هذا ديباب، شوفوا هذه التجي يا أصدقاء، لم تنزل معنا أبدا، يعني عند فقط اليوتيوبر يا أصدقاء. صراحة ما أتمنىها تنزل معنا لأنها تجي خرافية، هنا يعني بعض الأشياء يعني ما تهمنا، يعني أشياء خايسة صراحة. هنا بسكن أسطوري يا أصدقاء، سكن نادر هذا تبع المكعبات يا أصدقاء، اللي ما بيعرف هذا سكن نادر يعني علشان تكون في بالكم. هنا هذا المقلاة يا أصدقاء تبع لكازا دي بابل. هنا أحداث لكازا دي بابل كثيرة يا أصدقاء. هنا سكينة البرازيلية يا أصدقاء كما تلاحظون، اثنان من التيشورتات. وخلنا نشوف شيء يا أصدقاء، أحس إنه هذا السيرفر مليان 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 يعني أحداث يا أصدقاء. شوفوا كمية الأحداث اللي فيه، شوفوا هذا، هذا الحدث أظن يعني اللي كنت شرحت لكم هو يا أساطير بنفسه، أنت كنت شرحت لكم في أحد فيديوهاتي يا أساطير، الفيديو الماضي أظن هو اللي شرحت لكم فيه. مهم ما علينا، شوفوا 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 شكل هذا، شوفوا فينوم، شوفوا شكله يا أساطير. أحداث فينوم يا أساطير صراحة يعني أحداث، يعني أنا قلت لكم يا أصدقاء إنها راح تكون أسطورية إذا نزلوا معنا سكين يعني الولد، سكين الوالد يا أصدقاء الأسطوري هذاك يعني اللي عامل زي العملاق يا أساطير، إذا ما نزل راح تكون أحداث خايسة، أنا أقولها لكم من هون. خلنا نشوف هذا الحدث، أظن هذا الحدث يا أصدقاء هو اللي ساعدته، لا مش هو يا أساطير، هذا الحدث أول مرة أشوف. خلنا نعمل مجانا، تخيل لو جات فيا مجانا يا أصدقاء هذا السكين، والله سكين خرافي، لكن يعني حظي خايس كما تعرفون. هنا أحداث هذا ال هذا ال هذه الكمامة عندي يا أساطير يعني وشاح، هنا أظن ما سبق شيء. خلونا الآن يا أصدقاء ننتقل للوكر واير ونشوف ما الجديد، ما الحاضنات، ما الأشياء. أوه يا أساطير شوفوا شوفوا سكن سكن شوتجن يا أساطير، ما بعرف متى نزل، خلونا نشوف متى نزل لأنني ما بدخل كثير لهذا السيرفر، ما بعرف يعني ما الله أعلم. المهم علينا نزلوا مع مدى سكين يا أصدقاء النادر، شوفوا يا أصدقاء سكين شوتجن أسطوري صراحة. هنا الحاضنة نزلت معهم يعني الإمبيسنت من زمان، حسيتهم ما بدل ما تبدلوا شيء. خلونا نلف على هذا السكين نشوف شو الأشياء الموجودة هنا، يعني سكين خايس سكين بنت هو الأسطوري. المهم علينا يا أساطير، شو راح نشوف شيء ثاني؟ خلونا يا أصدقاء نشوف فقط الجديد علشان نشوف. أوه هذا سكين لكازا دي بابل، أو يا أساطير. المهم يا أساطير أحس إنه ما تبقى أي شيء يا أساطير، يعني نستعرضه. المهم يا أساطير هذا هو كان السيرفر البرازيلي الأسطوري، وخلونا نمشي للسيرفر بالنسبة يا أساطير لتاني سيرفر معنا في هذا الفيديو، وهو السيرفر الأوروبي يا أساطير كما تلاحظون هنا يا أساطير، سيرفر الأوروبي. سيرفر الأوروبي أصدقاء يعتبر من أفضل السيرفرات يا أصدقاء، لأنه كما تعرفون يعني تنزل فيه كل يوم أحداث خرافية. هذه القطانة يا أصدقاء الذي تلف عليها بتسع جوائر، أنتم كما تلاحظون نازلة هنا يعني بتوب أب فقط، هنا توب أب، ما بعرف هذه النجوم يعني في شو نجوم عاملة زي الكريمينال يا أصدقاء، زي النجوم تبع الكريمينال الأخضر يا أساطير. مهم علينا، هنا أظن متجر تخفيضات يا أساطير، خلونا نشوف. نعم نعم يا أساطير أظنها متجر تخفيضات، خلونا نشوف الجوائز يا أساطير. هذه السلطراس أسطورية يا أساطير، أصلا هما عندهم في المتجر الرئيسي أشياء خرافية. هنا أظن حقلة شوية ونرجع، هنا حاضنة الآن شوية ونرجع لها يا أساطير كما تعرفون، نبدأ بالأحداث بعد ذلك نروح للوكر واير. هنا يا أصدقاء أظن تلف عليها مجانا على ما أعتقد، خلونا نفرقه. تخيل يا ربي جي فيا في حي، يعني ما راح اقول لكم في حياتي لان في داس مرة حصلت عليه، لكن حظي خايس يا اساطير. هنا ايضا نزل معهم سكين الشوتجن اثنين من الطلقات يا اساطير، خلونا نشوف شيء ثاني شيء ثاني يا اساطير على السريع. شوفوا يا اصدقاء فقط بتسجيل الدخول يمكنك الحصول على هذه البطاقة، الان صارت عندي اثنين من البطاقات يا اساطير. هنا هذه النجمة ما بعرف يعني أظنها تبع هذه النجمة يا أساطير أظنها تبع الحاضنة، فهمت فهمت الآن فهمت.
شوفوا يا أساتذة، فقط بتسجيل صراحة مش جوائز أسطورية، لكن يعني أهم شيء فيها إنك يعني تسجيل الدخول. هنا هذا الصندوق ما بعرف على شو يحتوي، لكن لم يبدأ الحدث بعد. والآن يا أساتذة خلونا نروح لللوك رويال يا أصدقاء، أعرف أنكم تنتظرونها. خلونا نبدأ أول شيء من هنا. لم نكن نعرف يا أساطير كم يعني هذا الشوتجن شو مميزاته في السيرفر البرازيلي، لأن كما تعرفون سيرفر البرازيلي ما فيه مميزات، وهنا وأخيرا عرفنا المميزات. 2 في سرعة الطلق، 1 في المدى، ناقص في سرعة إعادة التحميل يا أساطير. هنا هذا، هنا بعض الأفاتارات يا أساطير، يعني الأفاتارات. خلونا نلف يا أساطير بسفر الأوهار، نشوف حظنا يا أساطير. يا بسم الله، حظنا خايس يا أساطير. هنا سكين لوك رويال، وهنا هذا السكين، خلونا نلف عليه يا أساطير. يا هلا والله بالحظ الخايس. هنا حظنا طلع N94 يا أساطير، يعني دخلت لي سيرفر تايلاندي يا أصدقاء، وجدتها يعني نازلة كما تعرفون، حظنا خرافية صراحة. الآن فهمت يا أصدقاء تلك النجوم التي حصلت عليها، أنا أحرق يعني هي تعتبر زي المخططات يا أساطير، يعني هي مخططات أصلا. خلونا نشوف هنا سكار التيتان يا أساطير، سكار التيتان لكن ثمنه شوية يعني غالي صراحة. هنا هذه الحاضنة، هنا هذه الحاضنة يا أساطير، MB5 والآئل، شي خرافي يا أساطير صراحة. خلونا نشوف، مهم يا أساطير لم يسبق أي شيء. خلونا نشوف جديد يا أساطير، ونشوف سكينات الكيوب ماجيك يا أساطير على السريع. جديد استقالة، والسكين يا أصدقاء الذي شفناه للسرداد يا أساطير، هادو سكينات كيوب ماجيك على السريع يا أصدقاء. المهم يا أساطير هادو كانوا معنا السيرفر الأوروبي يا أساطير، وأي سيرفر يا أصدقاء بالنسبة للأوروبي والبرازيلي إذا طريقة يا أصدقاء موجودة في القناة، يعني إذا أردتم أن تنشئونا. المهم يا أساطير خلونا نمشي للسيرفر اللي بعد. بالنسبة يا أساطير لثالث سيرفر معنا في هذا الفيديو، وهو السيرفر الهندي يا أصدقاء. الهند بدون تعريف بدون مقدمات يعتبر من أفضل السيرفرات يا أصدقاء، يعني استعرضته معكم كذا مرة يا أساطير في الفيديوهات الماضية يا أساطير تبع أفضل السيرفرات، يعني يعتبر من أفضل السيرفرات وتنزل فيه كل يوم أحداث أسطورية. شوفوا مثلا هذه التنجية يا أصدقاء، يعني هو أول ما ينزل فيه يعني الأحداث، يعني يسبق سيرفرات أخرى يا أساطير. المهم ما علينا، خلونا نشوف أحداث يعني كيف شكلها. هنا هذا الكاسك يا أساطير الذي نزل في السيرفر البرازيلي. هنا يا أصدقاء اللي قلت لكم على اللايف يا أصدقاء، علشان راح يحصلوا دقيقة نوريكم وين. دقيقة، وين الحدث؟ وين الحدث؟ هنا اول شيء اصدقاء هذا السكين الذي قلت لكم، انا حصلت على توكن مجاني يا اصدقاء. بالنسبه للناس يعني حاولوا يا اصدقاء تنشئوا هذا السيرفر، ربما تحصلون على هذا السكين، ما بعرف الطريقه. هنا يا اصدقاء رقصه الضغط التي قلت لكم عليها يا اساطير، هنا يعني تشاهد اللايف علشان تحصل عليها. انت لا داعي تشاهد اللايف، يعني راح يشاهدوه كثير من الناس يا اساطير، انت راح تحصل على الجوائز تقريبا بدون ما تعمل اي شيء. المهم يا أساطير أول شيء خلونا نبدأ باللوك رويال يا أساطير. نزل معهم هذا السكين، هنا هذا السكين، هذا السكين البرافال يا أساطير. هنا حضنة الإمبيسانك، وهنا هذا السكين الأسطوري. وكما تعرفون يعني السيرفر الهندي أنا صراحة أنا متأكد يعني 100% أنه راح تكون يعني لفة مجانا يا أساطير. أنتم خلونا يا أساطير، خلونا نشوف من زي يا أساطير، نزع هذا الاثنين من الاشياء اصدقاء، ربما يكون حظنا خرافي مجانا يا اصدقاء، ما احلى مجانا. يلا خلنا نعملها سكرين ولا بلاش كاع، المهم يلا بسم الله. يلا تعرفون المهم ما علينا يا اساطير. هنا هذه الحاضنة، اظنها تلك الحاضنة، نعم هذه الحاضنة يا أساطير. وشوفوا هذا السكين يا أصدقاء، رجعوه يعني مع السكينة الحاضنة يا أساطير، هو يعني سكين كيوب ماجيك لكن هم مرجعينه. أنا هذا السكين كنت لفيت عليه وحصلت على شيء يا أساطير. خلنا نروح للمتجر يا أصدقاء ونشوف
شوفوا جديد يا اساطير سكين الدراغانو يا اساطير. الموضة يا اصدقاء يعني كل مرة يعني اريد ان اشوف الموضة لكنني يعني اكون مزروب. اعرف ان اللغة العربية تأكل العصا الان. مهم هنا بعد سكينة كيوب ماجيك يا اساطير على السريع. المهم يا اساطير لن اطول عليكم اكثر من هيك. يبدو ان السيرفر الهندي يا اصدقاء نزل في هذا اليوم احداث اسطورية لكن مش كثيرة زي العادة يا اصدقاء. كما تعرفون في الفيديوهات الماضية كنت ادخل السيرفر الهندي اجد فيه اشياء لا تدخل للعقل. افضل شيء في هذا السيرفر عجبني وهو رقصة صدقت مجانا التي عندي حصلت عليها بالطبع. المهم ما علينا يا اساطير خلونا نروح للسيرفر اللي بعد. بالنسبة يا اساطير لخامس سيرفر معنا في هذا الفيديو وهو السيرفر الفيتنامي يا اساطير. كما تعرفون يا اساطير السيرفر الفيتنامي يا اصدقاء يعتبر من افضل السيرفرات ايضا يا اصدقاء. يعني نحن ما رح ننكر اي سيرفر يا اصدقاء. جميع السيرفرات اسطورية صراحة وبدون حرج في الدين يا اصدقاء. يعني السيرفر الشرق الاوسط هو الوحيد الذي يعني سيرفر مش خرافي يا اساطير. اما يعني هؤلاء السيرفرات اللي دخلتها دائما القى الاحداث جديدة. يعني حتى عندما تشحن جواهر يعني تلاقي دائما احداث جديدة احداث اسطورية. مش زي الشرق الاوسط يا اصدقاء ما بتلاقي يعني احداث جديدة. حتى لو شحنت ما بتلاقي على ماذا تخسر تلك الجواهر. يعني قليل مرة فين ينزل حدث اسطور. مثلا الحدث الذي نزل معنا سبعة الرابعة تقدر انك يعني تصرف عليه يعني حدث خرافي. لكن ببعض المرات تشحن ما بتلاقي على حتى ماذا تخسر تلك الجواهر. مش زي هنا شوفوا كمية يا اصدقاء الاحداث التي يمكنك يعني ان تخسر فيها جواهر يمكنك ان تلعب فيها وكثير من الاشياء. خلونا ندخل الى هنا نشوف. اللغة غير مفهومة يا اصدقاء. اللغة صعبة يا اساطير. مهمة علينا. هنا بعض الاشياء اظن سوف يحصل عليها من اللايف. 1.5 مليون سبسكرايب. مهم ما بعرف. خلوني يا اصدقاء الان ننتقل للوكر واير يا اصدقاء ونشوف سكين الناس. هنا يا اصدقاء هنا يا هذا سكين يا اصدقاء تبع الاوائم يا اصدقاء. يعني لما دخلت لاحد السيرفرات وجدتها ايضا يا اساطير. هنا رجع ماما السكين. لا والله ما بيس والله ما بيس ساهل يا اصدقاء. منزلينه في هذا الحدث والله العظيم ما بيس ساهل صراحة. علشان نكون واقعيين يعني ينزل في كثير من المرات يعني ما يعتبر سكين نادر. هنا سكينة الدين الاسطوري يا اصدقاء. لما يعني اظن حتى في هذا السيرفر سيرفر اخر نسيت على اسمه يا اصدقاء ايضا دخلت وجدت سكينة الدين. يعني هنا سكين الام بي 5 وهنا سكين البارافال. اشياء خرافية يا اصدقاء. المهم خلونا نروح للمتجر يا اصدقاء نشوفوا الجديد ونشوفوا يعني شو السكينة الجديدة. شوفوا هنا يا اصدقاء عاملين شو اسمه. شوفوا هاي الرقصة. نزلت معنا على ما اظن. المهم ما علينا. شوفوا هنا سكن الاكس ميت هنا يعني فقط في صناديق. خلونا نشوف سكينة كيوب ماجيك على السريع يا اساطير. حسيتهم ما ضافوا شي خرافي يا اصدقاء يعني نفس سكينات. المهم يا اساطير هنا نكون وصلنا الى نهاية الفيديو. شكرا لكم يا اساطير على المشاهدة. بالنسبة يا اساطير للمسابقة لا تنسوا يا اساطير انكم يعني تقوموا بالشروط يا اصدقاء التي قلت عليها. لا داعي نكررها يا اصدقاء لاني قلتها في بداية الفيديو. المهم بعد ما تطبق الشروط حاول تدخل عندي الانستغرام وتعمل لي فولو يا اسطورة. وتقوم يعني بعمل سكرين للشروط يا اساطير. يعني تجيب 5 اشخاص وكذا يعني راه فاهم. اذا نسيت شي ارجع لاول فيديو. المهم يا اسطوره وحاول يعني انك تقوم بسكرين شوت لكل هذا وتعال عندي الانستغرام واكتب لي فقط اكتب هذه الكلمه اكتب طبقت الشروط واعطيني السكرينات علشان اشوف. بعد ذلك راح تقوم ب يعني تنسخ الاي دي بتاعك وتعلق فيه باخر صوره يا اصدقاء. لما انشر هذا الفيديو راح تلاقون الصوره ايضا منشوره يا اساطير. انا لم انشرها بعد لكن راح انشرها عندما انشر هذا الفيديو. المهم يا اساطير
ويا اساطير بمجرد ما يوصل الانستغرام 500 متابع يا اصدقاء، احنا كنا يعني اكثر من 2000 متابع في الانستغرام، لكن عادي يا اصدقاء نسبه لنا للحساب. المهم ما علينا، بمجرد يا اساطير ما يوصل الانستغرام ل 500 متابع سوف اقوم بالسحب عشوائي يا اساطير من التعليقات تبع الانستغرام على اخر صوره يا اصدقاء، يعني وان شاء الله تكونوا من الفائزين يا اساطير. المهم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بكل ما هو جديد، ولا تنسوا يا اساطير مشاركة الفيديو، وكان معكم من إكس، اشوفكم في فيديو قادم ويلا السلام. نسيت يا اساطير، لا تنسوا يا تعلقوا تعليق جميل علشان اظهركم في الفيديو القادم يا اساطير، ويلا السلام عليكم.